عليكم. طبعا انا ارسم بالزعفران زي ما باين معكم بالشاشه هنا. انا جيتكم اليوم مو لوحدي، جيتكم مع شنطي وقهوتي اللي دائما مرافقتني. طيب انا حبيت اليوم اجي على تيدكس بدعوه من المنظمين عشان احكي لكم انا كيف بديت الرسم بالزعفران. بس هل انتم متحمسين تعرفوا ليش رسمت بالزعفران؟ طيب انا قبل ما اقول لكم كيف بدأت الرسم بالزعفران حقول لكم بداياتي. اول ما بديت انا من يوم انا صغيره وانا ارسم، هذه هوايه في دمي. اهلي كانوا كثير يشجعوني، صاحباتي الكل كان يشجعني على الرسم. طبعا ما شفت نفسي، مو انا اللي اشوف نفسي، اللي حولي هم اللي قاعدين يكتشفوني. في يوم من الايام في الثانويه صارت مسابقه، المسابقه هذه كانت على مستوى المدرسه كلها، فانا فزت بالمستوى الاول على الطالبات كلهم. اوكي هذه اللوحه اللي انا فزت فيها على الطالبات بالثانويه، ما زلت محتفظه فيها الى الان، كانت اويل بينت الى الان موجوده معايا. هنا وصلنا للمرحله المره غويه، خلصت الثانوي كان في معرض للفنانين والفنانات التشكيليات، 65 فنان وفنانه. شاركت في المعرض، مجرد مشاركه، انا ما اعرف المعارض ولا اعرف كيف كيفيه المشاركه في المعارض. لما دخلت المعرض اوكي لاحظت انه الكل قاعد يجري عندي، اعلاميين وكل واحد ماسك المايك، وجدان قولي لنا شعورك انك فزتي على 65 فنان وفنانه. انا انصدمت، ايش كانت اللوحه اللي فزت فيها على 65 فنان وفنانه؟ طبعا انا ما كنت، لما ترسم الشيء ما ترسم عشان تفوز، ارسم عشان انت ترسم. فهذه اللوحه اكيد تعرفوها، لوحه شربات الافغانيه اللي انتشرت في ناشونال جيوغرافيك في المجله المشهوره. طبعا انا اشتهرت شويه، يعني شويه اعلاميين، مجله الرياض، الجزيره، صاروا يعرفوا وجدان. طيب بعد الثانوية لقيت قصاصة جريدة في مجلة. طبعا أنا مرة شغوفة أني أسوي أي شيء في حياتي، أشتغل، أرسم، أي حاجة. قصاصة الجريدة هذه كان مكتوب فيها إعلان عن وظيفة في مطعم، حتنصدم أكيد، في مطعم. طيب أنا بداية حياتي اشتغلت في مطعم، كان شيء مميز أنه وجدان تشتغل في مطعم، أنا بالنسبة لي شيء مرة حلو. فرحت المطعم اشتغلت فيه فترة، في جلسة مع الوالدة مع صديقة لها كانت تتحدث عن أنه فن وجدان، وين موجودة وجدان؟ قالت هي تشتغل في مطعم. قالت وجدان شغوفة بالفن، كيف تشتغل في مطعم؟ يعني أوكي حلو الشغل في مطعم، بس أنه لازم تشتغل في شيء هي تحبه، لازم بداية حياتها تكون شغوفة في هذا الشيء. توجهت، لأن هي كانت صاحبة المدرسة أو مديرة المدرسة فعليا، فرحت وسجلت. طبعا أنا كنت إيش، خريجة الثانوي، كنت مره خايفه من الموضوع، ما عندي بكالوريوس ايش اسوي. فرحت اختبرت، جت مشرفه تجريب من الاشراف، عينوني في التدريس. حبيت التدريس بشكل فظيع، اتقنت فيه رسم جداريات كل شيء. بعد فتره كنا جالسين انا ومجموعه من المدرسات قاعدين نتكلم، وانتم عارفين جلسه المدرسات قهوه حش وحلا، هذا شغلهم. في الجلسة هذه أكتشف أنه أنا أقل واحدة من المعلمات أسلم راتب وأشتغل، أشتغل الساعة 11 بالليل، متخيلين؟ يعني مو دوامي الساعة 2 وأخلص وخلاص انتهى، لا لا لا، كنت أشتغل وأكمل، يعني من كثر المتعة اللي أنا فيها. رحت توجهت لمديرة المدرسة أبغى أسألها السبب ليه. قامت قالت لي أنت ما عندك بكالوريوس عشان كذا ما نقدر. أنا جت شوية إحباط، بس هو مو احباط، هو كثر ما هو دافع قوي اني اكمل. سجلت في الجامعه، درست بكالوريوس اداره اعمال، بعد كذا حسيت مو تخصصي، رحت غيرت تخصص، درست دبلوم هندسه ديكور على امريكا في نيويورك. بعدين قلت لا وجدان انت في لك مكان، حاجه قويه لازم تكمليها. جاني عرض مره قوي في مدرسه مره كبيره وبمسمى وظيفي مره رائع، راتب قوي، كان
يعني انتم عارفين الفرص كم مره تيجي مره واحده، فانا قلت ما اضيع هذه الفرصه، مع اني كنت متعلقه في البنات، متعلقه في الطالبات، مره متعلقه فيهم، فقلت ادعس على نفسك وجدان وروحي على المدرسه الثانيه. رحت على المدرسه الثانيه، كان اعمال شيء جبار، كنت اسوي اشياء مره قويه، حوريكم اعمال من اعمالي كنت اشتغل فيها. سوري، هذا شيء من اعمالي، طبعا جداريات كنت اشتغل. احنا نتكلم الحين عن مقاسات 7 امتار لفوق، اوكي، كانت وجدان تطلع على السلم وشغل وبايه ودهان، فهذه من اعمالي. وفاجأ يوم من الايام، اوكي، بورقه انه زي ما نقول رفض او طرد من المدرسه، حاجه زي كذا. انا جاني انهيار، انهيار ما اقول لكم ايش كثر، قد ايش وجدان قاعده تبني فجاه دروب لتحت، اوكي، بسبب ما في سبب، انا اقول لكم اياها الحين ما في سبب. طبعا رجعت البيت محبطه، طبعا انا قدامها طبعا ما قلت حاجه، حتى واجهتها قلت لها ايش السبب، ما في سبب، اوكي، ما في شيء. جتني احباط، ايش اسوي؟ طبعا انا من الجداريات هذه اللي ارسمها، جاني سمعه ان وجدان ترسم على الجداريات وكذا، فكنت ارسم على جداريات، جتني طلبات اوردر على طلبات فيلل، اني ارسم على الفلل. في واحده من الفلل اللي رسمتها اتذكر، هذه اخر فيلا اتذكر رسمتها، وصل 3 اسابيع وانا قاعده اخلص بالفينشينج، اسقف تحت فوق، طبعا لوحدي ما في حدا يشتغل معي، ترى انا كنت اجيب السلم وابدا ارسم. في يوم من الايام بعد 3 اسابيع شغل في البيت هذا، اخذني الشغف اني لازم اخلص اخر شيء لاخر دقيقه، ما انتبهت للوقت، اطالع الوقت صار وقت مره متاخر، ايش اسوي؟ اتصلت على اخويا ما يرد، اتصلت على السائق ما يرد، فكان قرار حازم، حلي مشكلتك في نفسك يا وجدان، ايش حسوي؟ طلعت من البيت، طبعا بيت فين كان؟ في طريق المطار، عارفين طريق المطار؟ قلت وجدان شد الحزام وامشي خلاص ما في حل، لازم ترجع البيت الحين. وصلت على طريق المطار، كان اصعب حاجه انك تقطع سكه طريق المطار وما في حدا كمان، يعني لو مشت سياره بالصدفه ممكن تموتك هذيك اليوم. ما يوقفوا مطار، كلهم متاخرين على مطاراتهم وطياراتهم. فقطعت السكه الجهه الثانيه، اوكي، بالصدفه يجيني اتصال من اخويا، الو وجدان انت فين؟ انا في المكان الفلاني، اوكي طيب ان شاء الله اخر يوم ليك قاعد ارسم في بيوت. فامتنعت نهائي هذيك المره، اتذكر اني ارسم في بيت. فجاني احباط ثاني، ايش اسوي؟ وجدان لازم تسوي السي في حقها، ضروري لازم تسوي السي في. ايش سويت؟ بديت اخذ كمبيوتري، طبعا متعود على قومه الصباح، اقوم الصباح اروح على مقهى ستاربكس اللي في التحليه بالذات، تحبكم اياه، افرد كمبيوتري، اكتب السي في حقي، اوكي ايش سويت؟ اكتبي وجدان، اكتبي السي. بعد كذا صرت اوزع السي فيات في المدارس، في الشركات، طبعا عندي اكسبيرينس بالمدارس وعندي شهاده دبلومه هندسه ديكور، فعندي خيارات كان كثير اوزعها في كل مكان يعني. وانا جالسه في ستاربكس يوم من الايام بدات جتني فكره انه وجدان انا شغفني ارسم، فبديت ايش اسوي؟ ارسم على اكواب ستاربكس، ارسم وجدان على اكواب ستاربكس، ارسم واحط في السوشيال ميديا، الكل انبهار، وجدان ايش قاعد تسوي؟ اوه هذه الرسمه كيف رسمتي كذا؟ ارسم، ارسمي كمان زياده، وارجع مره ثانيه، ما شبعت ارسم، مو عشان حاجه، والله عشان الناس اللي قاعدين يشوفوا كيف تقبلهم في هذا الموضوع، كنت مره اتحمس. رسمت زياده، رسمت اكثر واكثر. وصل فيني الشغف، اوكي، انها تجيني طلبات لبرا. طبعا اوردرز، كلها اوردرز. قعدت افكر هنا ايش كمان فكره مجنونه يجدان تسوي، ايش في شيء مجنون لازم يجنن الناس؟ طيب قعدت ارسم برغوه الكابتشينو، صرت اطلع الرقوه حقت الكابتشينو وارسم فيها تختخ بالعود، ما في، بدون ريشه بدون اي شيء. كمان لازم مجنونه، لازم اطلع مجنونه، مسكت الليبتون قاعده ارسم بالليبتون، اوكي، واصور حطي يلا بالسوشيال ميديا خلي الناس يشوفوا. فجتني اوردرز ما تتخيلوا قد ايش،
من أمريكا، من كل مناطق السعودية، قطر، بحرين، إمارات، كل مكان صار جيني أوردرز بفلوس طبعاً مو بلاش. طبعاً أتفاجأ في يوم من الأيام إنه إيميل من شركة ستاربكس أمريكا وميدل إيست تشكرني على الإنجاز اللي قاعدة أسويه أكيد بدون مقابل. يعني بالنسبة لي ما أخذ منهم شيء هم، بس أنا قاعدة أخذ فلوس على الأكواب اللي قاعدة أرسمها طبعاً. طبعاً كثرت يعني من جد عملائي أو الناس اللي قاعدة يرسموا صورهم أو كثروا من جد كثروا، يعني حتى الثقة وصلت فيهم من كل مكان قاعدين يطلبوا بدون ما يعرفوا أي شيء ديتالز عني، مجرد وجدان شكروها ستاربكس أوكي خلاص هذه ثقة، مجال ثقة. فجتني طلبات مرة كثير، هذه بعض من أعمالي طبعاً كلها رسم. بعد كذا صار جيني مؤتمرات، أكيد تعرفوا شركة بي اي سيستمز، تعاملت معهم 3 مرات برسم المتحدثين لايف قدامهم، يعني هم المتحدثين يجوا على المسرح وأنا أقعد فرشة أدواتي وأبدأ أرسمهم. فلثالث مرة الحمد لله مو هي الشركة الوحيدة، يعني مجموعة من الشركات وثقت فوجدان وبدأت تطلبني أنه أرسم المتحدثين كهدايا بدل الدروع التذكارية، تصير البورتري الصور لهم للمتحدثين تكون هدايا في نفس ال. طبعاً هحكي لكم الحين عن الزعفران كيف وصلت المرحلة أو شغفي بالزعفران كيف وصل. طبعاً مين يصلح القهوة في البيت عندي؟ أختي رشا هي التوب. في يوم من الأيام تقدم لي كاسة القهوة تقول لي وجدان أنت رسمتي بكل حاجة، مو زيك كولاج كل حاجه جدران خليتي حاجه انت. قلت لها لا، قالت لي طب زعفران ارسمي زعفران. قلت لها والله فكره حلوه اوكي. مسكت الزعفران بديت اخذ كميه منه، طبعا احنا نحط شوي بالقهوه فيصير لون اصفر، كيف لو اخذت اللون كميه كبيره ونقعناها بالمويه اوكي كيف حيصير. بديت ارسم اول لوحه، ثاني لوحه، ثالث لوحه، طبعا مقاساتها مره كبيره هذه مو بصغيره ابدا اوكي. رابع لوحه تحمست مره بزياده رسمت صوره الملك، طبعا هذه راحت لجمعيه الاطفال المعاقين حجمها مره كبير ايتو ومعلقه، لو حابين تشوفها معلقه في المدخل الرئيسي. تحمست مره بزياده ورسمت ماما خلاص ما قدرت. طبعا هذا مفيد نواصر صفق المفيد نواصر لأنه اعطاني فرصه اوكي. شكرا مفيد ناصر، اعطاني فرصه اني اشارك في اكبر برنامج اوكي اللي يتحدث عن ناس مبدعين بارزين في المملكه العربيه السعوديه بداوا حياتهم من الصفر في برنامج زي كذا، اني ارسم المتحدثين 30 حلقه طول رمضان، في نهايه كل حلقه ارسمهم بالزعفران. طبعا الفرصه الاجمل كمان هذه بعض من الفيديوهات اللي كنا نرسمها ونتعب فيها لنص الليل وسهر وبكا ودراما عشان نخلصكم اللوحات هذه. أحبها كثير هذه اللوحة لأنه فيها مشاعر. طبعا هذه من الـ 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 الاشياء اللي كنا نرسمها خلال المشاهد اللي تحكي قصص المتحدثين في البرنامج نفسه. لوحه الملك سعود الله يرحمه طبعا رسمتها في مسك وتم اقتنائها لمكتب ولي العهد الامير محمد بن سلمان. طبعا اخيرا وليس اخرا اتصال الو وجدان امي معي وزاره الداخليه معكي وزاره الخارجيه سوري انا خضيت ايش في سويت في حياتي انا. احنا مره ما نعرف كيف نشكرك، احنا نبغاك في مهرجان الجنادريه 31 حابين تشاركينا الايفنت في المهرجان. فانا كنت معاهم فعليا في مهرجان الجنادريه 31 في الجناح حق وزاره الخارجيه. قبل الأخير طبعاً لازم أقرأها لأنه
الفن الحقيقي، الفن ليس حقيقة فعليا، إنه كذبة ندرك بها الحقيقة. الفن رسالة إنسانية، الفن لغة بلا كلمات وريشة تخط بها المسرات، الفن بكاء بلا عبرات، الفن لغة حين تغيب الكلمات. وأخيرا، من يتحدث يفكر بعقل، ومن يكتب يفكر بعقلين، ومن يرسم يفكر بثلاثة عقول. شكراً.